الله الرحمن الرحيم. داودي عبد العزيز مسؤول الاتحاد المغربي للشغل على منطقة الطرق. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية الدعمية لسيارة الأجرة السلف الثاني، جاءت احتجاجا على ما اعتبره الأرباب وسائق وشاحنة يطيقوا سيارة الأجرة السلف الثاني إجهازا على حقوقهم المكتسبة المتمثلة في السير والجولان داخل المدار الحضاري، في حين أنه لاحظ كان بعض الطاكسيات الكبيرة اللي احتلت عنوة واحد الخط اللي في طريق الغرب دون سند قانوني وبدون ما يكون عليه قرار عاملي، وبالتالي يعني هذه المزاجية في احتلال هذه الخطوط هي اللي دفعت المهنيين تاع سيارة الأجرة باش يحتجوا بهذا الشكل، وباش يحملوا كذلك المسؤوليات السلطات المحلية من أمنية وولائية يعني على هذا التسيب وعلى هذا الفوضى اللي لن تزيد إلا من الحدة متاع الاحتقان الاجتماعي، ولن تؤثر إلا على مناخ الأعمال المتسم أصلاً بالردة وبتدهور وبعدم تطابقه مع المقتضيات القانونية المنظمة للسير والجولان، لا الطاكسي الصغيرة ولا الطاكسي الكبيرة. تحياتي.